ردا على مرافقي ميريام كلينك رح نضطر نعرض يلي ما كان بدنا نعرضه. برحب فيكم مرة جديدة وبنوصل لفقرة أنا شخصياً كانت موجودة معنا وانطلبت أنه تنحط بالأخبار وانطلبت من كذا مواقع، كلهم سألونا إذا عنا اللقطات اللي تصورت بعد اللي صار بالحلقة الماضية بعد مقابلتنا مع الفنانة ميريام كلينك. هلأ بالبداية خليني أوضح شغلة كتير أساسية، أنا شخصياً ما عندي أي مشكل مع ميريام، وميريام فلت بكل احترام بإرادتها الشخصية من الحلقة، يعني مش أنا اللي طلبت إن تغادر الحلقة ولا أطلب ولا بحياتي بطلب من ضيف إنه يعمل هيدا الشيء، لأنه هو موجود ضيفي وببيتي. ولكن ميريام أصرت إنه يبقوا مرافقينا كانوا داخل الاستوديو، نحن طلبنا إنه يغادروا، صار في هيدا الاشتباك وهيدا التلاسن، فقررت إن هي تنسحب معهم بكل فلت بكل رقي، حتى ما عملت ولا أي ردة فعل خارجي عن اللياقة وعن الأداب. أنا تأحكي ضميري بهيدا الموضوع، علما أنه كان حديثها بالحلقة المخصصة كانت عن الحيوانات والكلاب، كان حديث جيدا، يعني حديث جيد جدا، كانت عم تحكي بالنقطة المضبوطة، غير ما علقوا بعض الأشخاص على السوشيال ميديا أنها جايبها تحكي بالسياسي وجايبها، خي ما حكيت سياسي، أنا جايبها تحكي بموضوع هي إلها علاقة فيه، هي مرة ناشطة بحقوق الحيوان وحقوق البيئة، بتحكي جاية تحكي بموضوع هي معنية فيه. هلا بغض النظر عن اللي صار مع ميريام وهي انسحبت بكل إرادتها من الحلقة، بنوجه لها تحية، ولكن اللي صار انه لما تدخلوا الشباب اللي كانوا معها البادي جاردز اللي كانوا معها، تدخلوا لما تشارعت هي والضيف المحامي الاستاذ اللي كان معنا، فطلبوا منه بطريقة فيها قلة أدب انه يسكت تتحكي الست. يعني انا طلعت انه مين حكي، شفتهم واقفين بوجهي، ردة الفعل اني انا ضيفي ما بيهين علي انه ينهان، بيتهدد مش عم ينهان، عم يتهدد في اهانه، يعني انا يعني لو شو ما كان يعني شو معناه، يعني مهضوم ال ادال مع عادل كرم قلت له توني كان شايفه للي شحطه، بتعرفوا منو اللي شحطه، كنت مفروض اني اتصرف بهذه الطريقه حفاظا على كرامه ضيوفي اللي انا ما بقبل بحضوري انه ينهان اي ضيف او يتوجه له ملاحظه. وانتهى الموضوع عندي هون، خلص الموضوع عندي هون في اللينا وما عاد عملنا ولا اي ردة فعل بالموضوع. ليه افاجأ انه بعد يوم ويومين وثلاث ايام بلشت توصلني رسائل، منها صوتي ومنها مكتوب، من الشباب البادي جاردز اللي كانوا مع ميريام، بيقولوا فيه على جروبات تبعهم او للاصحاب تبعهم، انتم ما شفتوا لما اليو تي في او الجديد قطعوا البث كيف عملنا وسوينا بامه واخته لطوني؟ والله هل هيك والهيك 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 والهيك، كيف عملنا بالشباب باستوديو، كيف كسرنا لهم استوديو على راسهم، دعسناهم وفلينا. وبلشت تجينا الاتصالات، خيي شو صار معكم مع الشباب هالقد الواحد، يا عمي لا والله فلوا من استوديو ما ولا شيء، بالعكس الأدب. يعني لا مش كثير بكل ادب، ما في ادب على القليله منا نحن. فلما بلشت توصل هيدي الشغلات، فانا مضطر اليوم حط جزء صغير، لانه بتعرف الكاميرات واصله للسيارات لبرا، جزء صغير على الطريقه اللي فلوا فيها الشباب، يعني صحيح في زنود هالقد كل زند، بس لما تشوفوهم بتعرفوا انه لا كسروا ولا ضربوا ولا سووا مثل ما هن بيقولوا. وحدا بعت لي قال لي اوعى الدكواني، حدا بيقول لي اوعى تشوفوا بالدكواني، لانه طلعوا الشباب، في شاب منهم جوجي اسمه من الدكواني كمان، شو جورجي بالدكوين، ليش لو عملوا شيء منه كنت لا ما, 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 ما فهمت يعني. خلينا نشوف شو صار، جزء صغير من اللي صار بعد الحلقه. بعيطوا على ضيوف بالاستوديو، لا عم بعيطوا على ضيوف بالاستوديو، برا طلع برا جورجي، تعال بس ولا بعيطوا على ضيوف بقلب الاستوديو، شكرا
اذا هذا مشهد صغير بالطريقه اللي فلوا فيها يعني شفناهم يعني انه كيف انتوا اللي عيطتوا مش نحن اللي عيطنا مش هن اللي عيطوا بعدين حاطين كوين ميريام كلينك لوجو هذا لوجو يعني على ظهره يعني شفناهم باي طريقه فلوا من استوديو يعني وانا ما كنت حابب انه يفلوا بهالطريقه بصراحه لانه حتى لو هن اخلوا باداب التعاطي واللياقات نحن مش متعودين على بس في 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 امان شخص في احترام هوا في كرامات يعني فوت شخص مثله على استوديو يعيط على محامي عضو بمجلس بلدي سابق يعني منا مقبوله ولو مريم انا بعتقد لو مريم انت بهاللحظه طلبتي منهم المغادره كان اكيد افضل 100,000 مره من انك تمسكتي انه يضلوا بقلب استوديو لانه هذا كان تصرف خاطئ هيك فلوا الشباب لحد هلا لحد هون هيك فلوا من استوديو بهالطريقه يعني بتمنى انه ما بقى تجبرونا نعمل اشياء نحن مترفعين عنها يعني انا ما بزعل منهم لانه يمكن هالقد هن هالقد بيعرفوا بس كمان ما في توصل يعني يعملوا حمله اعلاميه على طريقه انه يعني فيها تعابير مهينه وفيها تجريح وفيها شتائم يعني حاطين شتائم يعني بالوحده